والله المسلسلات حلوة، بس أنا أكتر يعني مسلسلات عجباني طاقة نور وظل الرئيس برضو حلوة، وما فيش مسلسلات صعيدي خالص السنة دي، بس معرفش ليه. والسنة اللي فاتت كانت المسلسلات أعتقد إن هي أقوى شوية، يعني أكتر حاجة متابعها هي ظل الرئيس وطاقة نور، إذا أكتر المسلسلات اللي متابعة، وأحيانا برضو مسلسل عادل إمام، بس هو الافضل، بس مش قويه برضه، احس اني مش قويه جدا المسلسلات السنه دي، يعني زي العسل. بس فيش غير مسلسل واحد اللي هو تمام، مسلسل كلبش، احسن مسلسل مغطي على المسلسلات الباقي، يعني هو القصه بتاعته حلوه. اجمل مسلسل يعني نزل بصراحه كنت متابعه يعني محمد رمضان، بس ما نزلش حاجه السنه دي. بس السنه دي مفيش حاجه عجبتك؟ لا مفيش، غير محمد رمضان كان نزل السنه اللي فاتت، بس ما السنة دي منزلش حاجة يعني. والله بصراحة أحلى مسلسل في رمضان مسلسل كلبش أمير كرارة. إيه المسلسلات اللي يعني بعد كلبش؟ بعد كلبش هو مسلسل بصراحة اللي بتفرج عليه كلبش، ما بتفرجش على حاجة تانية بصراحة، يعني شدني لي اللي بيحصل في البلد، يعني التزوير، الغش، بصراحة حاجات كتيرة بتحصل في البلد، مش المسلسل هو بيدل عليه يعني. هو بتاع امير قراره، بس مسلسل امير قراره اسمه يا عمو كلبش. مسلسل كلبش بس، مش متابعين مسلسلات، جايين من القاهره لحد الاقصر عشان نشتغل، مش فاضيين للمسلسلات. لا بس هو مسلسل كلبش بس على اليوتيوب او على الموبايل. المسلسلات اللي الصعيديه بالذات يعني، حتى يعني انا لما كنت برا في الخارج كنت اشوف الجماعه السعوديين كانوا بيحبوا المسلسلات الصعيدية، يعني على أساس يحبوا يتفرجوا عليها يعني. بس ف لا تمام والله، لا مسلسل كلبش ده تمام برضو، الدنيا حلوة يعني. كلبش وغرابيب سودة هم أحسن مسلسلين الصراحة، ولاد والحلال مسلسلات كويس. مسلسل كلبش كويس. المسلسل اللي هو مسلسل عادل إمام اللي هو كويس يعني.